مساء الخير حبايبي وأعزائي، وكل عام وأنتم بخير. بطريرك الأقباط بالقدس عن خطاب زكريا بطرس: نأسف لجرح مشاعر إخواتنا المسلمين. أصدرت بطريرك الأقباط الأرثوذكس بالقدس بيانا بشأن تصريحات الأب المشجوح زكريا بطرس، أكدت فيه إنها تستنكر حديث الأب زكريا بطرس وترفض أسلوبه شكلا وموضوعا، وتتعجب من هذا الأسلوب البعيد وكل البعد عن تعليم السيد المسيح الذي امتدح الودعاء. وأضاف بيان البطريركية: نأسف لجرح مشاعر إخوتنا المسلمين، ونرجو أن نتعلم من الملك سليمان الحكيم الذي قال: الجواب اللين يسرف الغضب، والكلام الموجع يهين السخط. وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أصدرت بيانا بشأن زكريا بطرس، أكدت فيه أنه كان كاهنا في مصر وتم نقله بين عدة كنائس، وقدم تعليما لا يتوافق مع العقيدة الأرثوذكسية، لذلك تم وقفه لمدة، ثم اعتذر عنه وتم نقله لأستراليا ثم المملكة المتحدة، حيث علم تعليما غير أرثوذكسي أيضا. واجتهدت الكنيسة في كل هذه المراحل لتقويم فكره، وكان الكاهن السابق قدم طلبا لتسوية معاش من العمل في الكهنوت، وقبل الطلب الراحل القداسة البابا شنودة الثالث بتاريخ 11 يناير 2003، ومنذ وقتها لم يعد تابعا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أو يمارس فيها أي عمل من قريب أو بعيد. بعدها ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، واستضاف البعض اجتماعاته في بيوت وفنادق، وحذرت إبراشية لوس أنجلوس شعبها من استضافته وقتها، وشدد البيان في نهايته: إنها من جهتنا نرفض أساليب الإساءة والتجريح لأنها لا تتوافق مع الروح المسيحية الحقة، ونحن نحفظ محبتنا واحترامنا الكامل لكل إخوتنا المسلمين. الكنيسة الأرثوذكسية تنتصر للوحدة الوطنية. وتؤكد زكريا بطرس: انقطعت صلتنا به منذ 18 عاما، الأب المشروح قدم تعليما غير أرثوذكس، واجتهدت الكنيسة لتقويمه دون فائدة. البابا شنودة سوى معاشه في 2003. تصدر هاشتاج عاقبه زكريا بطرس موقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إساءة الأب المشروح للدين الإسلامي ولرسول الإسلام، حيث خرج على إحدى القنوات المسيحية بتصريحات أثارت الجدل على الفيسبوك. وجاءت هذه التصريحات في مقطع فيديو منتشرا حديثا، حيث يظهر القنبل زكريا بطرس وهو يهاجم رسول الإسلام، الأمر الذي دفع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لإصدار بيان نهائي والتأكيد على احترام الدين المسيحي لكل المسلمين في العيش في وطن واحد وفي أخاء وسلام. وجاء بيان الكنيسة الأرثوذكسية الذي قالت فيه: الأب سابقا زكريا بطرس انقطعت صلته بالكنيسة القبطية منذ أكثر من 18 سنة، فهو كان كاهنا في مصر وتم نقله بين عدة كنائس، وقدم تعليما لا يتوافق مع العقيدة الأرثوذكسية، لذلك تم وقفه لمدة، ثم اعتذر عنه وتم نقله لأستراليا ثم المملكة المتحدة، حيث علم تعليما أيضا غير أرثوذكسي. واجتهدت الكنيسة في كل هذه المراحل لتقويم فكره، وأوضح ده كان السابق قدم طلب لتسوية معاش من العمل في الكهنوت، وقبل الطلب المتنيح قدس البابا شنودة في 11 يناير 2003، ومنذ وقتها لم يعد تابعا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أو يمارس بها عملا قريب أو بعيد. وبالنسبة لتصريحاته بالنسبة للإخوة الفلسطينيين، وهو يحاول دائما من وجهة نظر القنبل زكريا بطرس في قضية أو في غزو الطوفان أو طوفان الأقصى، طب يا ترى ايه اللي بيحصل في كل ده؟ طوفان هتبقى معركة طاحنة، وتشترك فيها جميع الدول العربية دافعة عن فلسطين وحقها في المسجد الأقصى. وجهة نظر القنبل زكريا من زاوية الجانب الديني في غزوة الطوفان، وهذا ما أكدته القنوات الأخرى والإعلام
انها هتبقى كبيرة ان نكون نحن مستعدين لهذا المجيء الثاني للمسيح. تقول لي طيب لما تتم بقى الحاجات دي يا ابونا نبقى نستعد؟ لا يا ابني، كل الكلام ده وتفسيره وتفسير وعلماء فلسطين يدينوا أي إساءة لرسول الإسلام. وبالرغم من كل ذلك إلا إننا نسعى دائما أن يكون بيننا المحبة وأن يكون بيننا السلام الدائم والأخوة. وبالرغم من كل ذلك إلا إننا دائما نبحث عن أن تكون هناك محبة بيننا جميعا. وبالرغم من كل ذلك إلا السيد الرئيس السيسي يؤكد لرئيس الوزراء الهولندي ضرورة تحرك المجتمع الدولي بصورة عاجلة لوقف إطلاق النار في غزة. رئيسنا المحبوب تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من مارك رئيس الوزراء الهولندي، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الاتصال تناول مستجدات التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة، حيث أكد الرئيس السيسي على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بصورة عاجلة للدفع باتجاه وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الأوضاع الإنسانية شديدة الخطورة فضلا عن التدمير الواسع الذي يشهده قطاع غزة والذي طلب موقفا دوليا حاسما بهدف لحقن الدماء وإنقاذ المساعدات وتوصيل المساعدات الإنسانية وإتاحة الفرصة للحلول السياسية. كما استعرض الرئيس الجهود التي تقوم بها مصر على المسار الإنساني لإدخال المعونات للتخفيف عن معاناة أهالي قطاع غزة، فضلا عن استقبال عدد من الحالات الحرجة في المستشفيات المصرية، وذلك إلى جانب الجهود المصرية لوقف التصعيد وتهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية لإحياء مسار السلام وإعمال حل الدولتين، وهو ما سمنه رئيس الوزراء الهولندي الذي وجه الشكر للرئيس على الدور الذي تقوم به مصر فيما يتعلق بإجلاء الرعايا الأجانب من القطاع وتنسيق وإيصال المساعدات الإنسانية والدفع في اتجاه السلام والاستقرار في المنطقة. رحمنا الله جميعا ودائما، وحفظ الله مصر من كل المخاطر والوباء والغلاء، ورفعا إلى مصر إلى الأعلى. مسؤول إماراتي يدين طوفان الأقصى، حماس قامت بهجوم بربري إرهابي. الكل يخطئ. هؤلاء نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تصريحات منسوبة للدكتور علي النعيمي رئيس مجلس إدارة المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف هداية في الإمارات العربية المتحدة، واستنكر النعيمي عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس ضد إسرائيل وقتلت خلالها مدنيين بينهم أطفال ونساء وعجائز، لترد إسرائيل بهجوم وحشي خلف آلاف القتلى من الفلسطينيين الأبرياء. وقال النعيمي ليس هناك شخص صاحب مشاعر إنسانية ومنطق يتفق مع الهجوم البربري الإرهابي الذي قامت به حماس في 7 أكتوبر لأحد، مضيفا هذه التنظيمات الإرهابية لا تحترم حياة الإنسان، لا تدعوها لحقوق أو تحقق أهدافها. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ولكم من كل الحب والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله.